نعم. احنا مجموعة مدرسين ناخذ الرواتب على بنك القاهرة. نعم. فهل يجوز ان يفتح حساب عندهم علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقة؟ ان دعت الحاجة لهذا لا بأس، ان دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وان لم تدع الحاجة فلا حاجة تفتح حساب. يعني مثلا لو ان اعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت الى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك اياها؟ خلاص وش ليش افتح حساب؟ راتب إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أخذ 26 وحيان 27 قبل المدرسين الأخر، فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيري. طيب هل هناك حاجة؟ إذا كنت أعلم أنهم يرابون، وهذا يعني أسلم وأسرع من أني المهم أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وإن لم تحتج إلى تفتح.